للحديث والتعليق على الانتهاكات المستمرة ضد متظاهري تشرين والاعتداء على طفل عراقي وما صاحبه من إهانة للأم العراقية، معنا الدكتورة فاطمة العاني مسؤولة لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي. مرحبا بك معنا دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم أحييكم وأحيي مشاهديكم الكرام ونهنئكم بالعيد الأضحى المبارك. أهلا بكم، كل عام وأنتم بخير. كيف يمكن تفسير هذا الفيديو الذي سرب للاعتداء على طفل متظاهر بهذا الشكل الذي ظهر فيه قانونيا، كيف ينظر إلى هذه الفيديوهات؟ نعم، يعني في الحقيقة أولا بالنسبة لي يعني الهدف من تصوير مثل هكذا فيديوهات يعني لعملية تعذيب وإهانة لطفل عمره يقل عن 16 سنة أو حتى لو قلنا أقل من 18 سنة، في الحقيقة يعني هذا هو نهج الحكومة المستمر منذ فترة طويلة في نشر مثل هذه الفيديوهات. طبعا أولا هذه الفيديوهات تتكلم عن سادية والتفكير هذه القوة ما تسمي نفسها قوات أمنية الذي هو بعيد عن حماية المواطن العراقي، وهي عملية إرهاب منظمة للشعب العراقي في محاولة من هذه القوات لإظهار قوتها وترهيب العراقيين من جهة، وأيضا من جهة أخرى هذه القوات الأمنية ليست لها أي رادع منفلتة، لا تحكمها أي قوانين، ليست هناك اجراءات تتخذ بحق مثل من يرتكبون مثل هذه عمليات التعذيب، وبالتالي فهذه القوات تستمر في التصرف بهذه الاستمرار. دكتورة، الاستمرار يعكس إلى حد كبير كما يقول مراقبون أن هذه القوات أمنت العقاب فأساءت الأدب كما يقال، ولذلك نحن نرى هذه الفيديوهات مرة بعد أخرى بكل ما فيها من انعدام إنسانية وأخلاقية في الحقيقة. نعم بالتأكيد، يعني بالتأكيد هذا هو الذي يدفع مثل هؤلاء العناصر إلى نشر مثل هذه الفيديوهات، لولا أنه لا توجد هناك سلطة قضائية في العراق تحترم نفسها وتطبق القوانين العراقية وتساهم في الحفاظ على حقوق الإنسان في العراق لما انتشرت مثل هذه الفيديوهات، ولولا أن ليست هناك سلطة تنفيذية تقوم باتخاذ إجراءات ردعية والقبض على من يقومون بمثل هذه الانتهاكات وتقديمهم إلى العدالة لما يعني تجرأ مثل هؤلاء على القيام ب يعني تعذيب أولا وبالتالي تصوير هذه الأفعال الدنيئة ونشرها بمثل هذه الطريقة خاصة في هذه الأيام التي هي إذا لم يكن يحترم حقوق الإنسان على الأقل يحترم يعني المسلمين في هذه الأيام الذين يحتفلون بعيد من أهم الأعياد. نعم نعم دكتورة، يعني كيف تقيمين ردات فعل السلطات الحكومية بعد افتضاح أمر هذا المقطع المسرب؟ ما احتمالات أن يكون أو تكون التهم ملفقة للطفل؟ وهل يمكن الوثوق في القضاء في العراق أو في المحققين الذين انتزعوا منه تلك الاعترافات؟ لا بالتأكيد، يعني منذ فترة طويلة والتهم مستمرة بحق من يشاركون في التظاهرات من أجل يعني قمع هذه التظاهرات بأي طريقة كاملة كانت، يعني من لديه الآن أي ثقة في القضاء العراقي؟ القضاء العراقي معروف دوليا بأنه ليس قضاء نزيه، والدليل على ذلك حتى أن الانتربول الدولي أوقف التعاون مع العراق. أيضا إضافة إلى ذلك السلطة القضائية أصبحت أدوات والعوبة بيد الأحزاب الحاكمة وتستخدم فقط لتصفية الحسابات أو يعني إجبار يعني الأبرياء يعني باتخاذ إجراءات ضدهم عن طريق انتزاع اعترافات تحت التعذيب كما هو معروف وجاري به في العراق، بالرغم من أن السلطة القضائية تعرف جيدا أن هؤلاء أبرياء وأنهم حتى الاعترافات التي يقدمونها هي اعترافات يعني اتزعت بالقوة، ولكن السلطات القضائية في العراق تصير على نهج الحكومة وتنفذ ما تريد منه الحكومة، ولذلك لا يوجد ثقة في القضاء العراقي. نعم. في المقطع المذكور ثبت شتم القوات الحكومية لأم الطفل بشكل يعني فاضح، إلى أي مدى يسيء
هذا المقطع للمرأة العراقية؟ نعم بالتأكيد، يعني مثل هذه الشيء من الشتائم وهذه الانتهاكات حتى التي تمارس ليست بحق الطفل وحده ولكن بحق أهله وخصوصا أمه، هم يعرفون جيدا أنهم عندما يعني يتكلون مثل هذه التهم هم ينتقصون من قدر هذه العائلة ويهينونها بشكل كبير، خاصة وأن الأم تحتاج يعني مكانة بارزة وخاصة في العائلة العراقية، وإهانتها يعني في الحقيقة إهانة للعائلة بأكملها كما هو معروف، وهي في الحقيقة ليست في العراق فقط، هذه معروفة على المستوى الدولي، يعني الإهانة إذا كانت ضد المرأة فهي تمثل والأم خاصة فهي تمثل إهانة للعائلة وحط من شأن العائلة، إضافة إلى ذلك بمحاولة لاستخدام الإساءة ضد الأم من أجل أن تقوم الأم برد فعل وهو أن تقوم بمنع أولادها من الالتحاق في التظاهرات وغيرها من النتائج التي ترتب على ذلك في محاولة يعني مستمرة منهم لقمع التظاهرات في العراق. نعم دكتورة، بعد ساعات من نشر المقطع السلطات الحكومية عزلت قائد قوات حفظ القانون، هل يكفي هذا الإجراء برأيكم؟ وما هو المطلوب اليوم لتحقيق العدالة للطفل ولكل الأطفال الذين ارتكبت بحقهم انتهاكات منذ وقت طويل حتى الآن؟ نعم، يعني أولا يجب رد الاعتبار لعائلة هذا الطفل أو غيرهم من الأطفال الذين مورست بحقهم هذه الانتهاكات، أما إذا كانوا قبضوا على يعني هذا الأمر أو غيره فنحن نعرف جيدا أنهم سوف يقومون بتسوية هذا الوضع وحالته على التقاعد أو غيره أو إقالته، وهو في الحقيقة يعني طريقة من أجل التغطية وحماية هؤلاء المجرمين. إذا كانت هناك عدالة حقيقية فيجب تقديم هذا المتهم بارتكاب مثل هذه الافعال ومع غيره طبعا الى القضاء العراقي، واثبات ان هناك سلطه حقيقيه سلطه القضاء عن طريق يعني توقيع يعني عقوبات بحق هؤلاء المجرمين ونشر هذه على الراي العام العراقي من اجل ان يعرفوا ان هناك فعلا هناك سلطه حقيقيه في العراق وفعلا هناك يعني قضاء حقيقي وهناك عداله في العراق، اما مجرد يعني اجراءات شكليه امام المواطنين من اجل ان يسكتوا نعم. الشارع خاصه وان الانتهاكات يعني مستمره وتتزايد يوما بعد اخر، فهذا لا يعتبر يعني اجراء حقيقي. نعم. شكرا لك الدكتوره فاطمه العاني مسؤوله لجنه حقوق الانسان في الميثاق الوطني العراقي، كنت معنا عبر الخط الهاتفي.